وعاد في الداوي القصة ديالي أنا مني ما تراجدي وانا في المعاناة. جيت عند الخوت جراو عليا تكرفصو عليا، مشيت كريت هزيت أمي من داك الوقت، هزيت الوالدة ديالي وختي الصغيرة وانا كارية كنتلاوط عليهم. شي 6 سنين هو فيا هاد المرض، ما كنتش كنتشلل من رجلي، حتى لا تشللت ما نشللش بحال ما هكايا، ما نبقاش نتحرك، كنت مازال كنتحرك. وهاد العام هذا تزاد عليا الآلام، حيت تزادوا عليا مشكل اخر ديال العصب التواليه في الدار. كان عندي الفقرات والعمود في قريع وش، دابا تزاد عندي مرض اخر ديال العصب التلوي وخصني العمليه. خرجت ديال الطبيبه العمليه درك ديتها على طريق الوكيل، حيت انا ما بغيتش نديها للجامع. انا كنت غير كنطلب في الجوامع، ما بغيتش بنتي نديها معايا للجامع، ما بغيتش بنتي تحل عينيها في الجامع وحتى هي تمشي للتسول. نمشي انا مع قليل الصحه وما تمشيش بنتي. هادشي علاش انا ديتها على طريق الوكيل المالك، حطيتها في الخيريه ماشي ديال دوك ديال اللي عندهم مشاكل مع الزواج ديالهم في حالهمش. كنشوفها من عام لعام 4 شهور على حسب الرونديفو، كما مشاش عام و4 شهور. ممنوع عليا نمشي الا 6 سوايع في الكار اكادير، من كازا لاكادير بعيد عليا الحال. المشكل ديال الدار الخدمه هي سبابي تقول شو اللي كنت نهز تقول في مونا بلاستيك وفي الخياطه وخليت فين خدمت عند الناس وداكشي. الاخر انا مرات مبقيتش كديت نخدم، كنبقى بحال ما هكا كنكحاز، كنمشي للكاروسه كنخرج نترزق الله بالكاروسه. هذا هو النهار ديالي، كنمشي بالكاروسه الدري والجارتنا هو اللي كيدفعني حتى لواحد العطار تما ولا مخبازه ونترزق الله فيهم. هادشي هذا هو النهار، تعذب بزاف. عملني مات حسيت بواحد الإهمال كبير والعذاب، بت في الزنقة تعيت، بتنا في الزنقة أنا وأمي وأختي، جراو عليا خوتي شحال هادي قبل ما نكري ليهم هاد الدار 30,000 هاد الدار باش كريتها على قبل أمي مسكينة. هما لاحوها أو ملاحوها، أنا مبغيتش نلوح أمي. أنا أمي نبقى واخا أنا تشللت هي مشلق ومعاقة، وأنا تانا دابا تشللت من رجلي، مغاداش نلوح أمي واخا نمشي نحبو ونطلب عليها ونجيب لها ما تاكل. انا دركا محتاجه العمليه باش نرجع كيف كنت، هادشي اللي بغيت انا، بغيت نديرها العمليه. مقابله راسي وهاد المراه مسكينه جارتي كتجيب لي الفطور وتجي تشقى لي بحال ما هكايا، تجي تشقى لي وتعطيني الدواء وديني الطواليط ولا تحيد لي لي كوش ولا عايشه انا في هاد البيت وامي عايشه في داك البيت الاخر. كنت نخلصو انا دركا الله غالب، انا مرت انا شديت الارض، مازال كنت كنتمشى ونمشي ونخلصو. دابا انا شديت الارض ما كاينش كيفاش غادا ندير، غادا نخلص لا الكره لا العمليه لا الدواء والو. ما تنصح باش امي مجا كيف كانت ونشوف بنتي وتوحشتها بزاف ديال الحوايج. نشري لامي الدواء ما عندهاش دابا، تقاد على الدواء. محتاجه العمليه، ما غلا فلوس لا والو، على العمليه براك، على العمليه ونصح نمشي على رجيلاتي. امي دايره كروسه وانا كروسه، وانا اللي كنت هزه امي.